مشاركة مصر طبعا يعني بتعكس ثقة العالم وثقة مجموعة البريكس بقوة الاقتصاد المصري وبالفرص الواعدة أمام الاقتصاد المصري. لمتابعة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة المصرية في منتدى أعمال تجمع البريكس، معانا على الهواء مباشرة الزميل أحمد أبو زيد موفد أون لايف من الصين. صباح الخيرات أحمد، أهلا بيك. اهلا بك يا محمد. بدايه احمد، يعني نود الحديث عن كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرنامج الخاص اجنده الرئيس اليوم في فعاليات البريكس. نعم محمد، كما أشرت وكنت تشير في معرض الحديث قبل لحظات عن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الأعمال الخاص بدول تجمع البريكس، وفيها قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانا حول ما تم إنجازه، وقال إن مواجهة مخاطر الإرهاب لم تكن لتثني مصر ولا الحكومة المصرية عن المضي قدما في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال إن هذه الخطوات نبعت من إرادة مصرية كاملة، وبرغم الكلفة الاجتماعية الباهظة فإنه لم يكن الوضع يتحمل أن يتم إرجاؤها أكثر من ذلك. ثم تحدث عن أولويات هذا البرنامج أو خطوات الإصلاح الاقتصادي التي جاءت بالمناسبة متضمنة لبعض محاور خطة مصر للتنمية المستدامة مصر 2030. وبالمناسبة محور التنمية المستدامة بحلول 2030 كان محورا أساسيا من بين المحاور التي تم تقديمها مباشرة حتى من يناير الماضي عندما خاطب الرئيس الصيني شي جين بينغ نظرائه في دول تجمع البريكس حول تصوره لما سيتم مناقشته في هذا الشهر عندما تعقد القمة التاسعة لدول تجمع البريكس. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عما تم انتهاجه من خطوات مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك ما تم أخذه بعين الاعتبار من محاور مرتبطة بالعدالة الاجتماعية، وكذلك الاستفادة كما أشرت من برامج بعض الدول ومن بينها دول في تجمع البريكس كالتجربة البرازيلية التي استطاعت أن تتجاوز بعض مخاطر التضخم من خلال زيادة الإنتاجية، وكذلك التجربة الهندية التي استطاعت أن توظف الحوكمة الإلكترونية في ضبط الدعم المقدم حتى يصبح الدعم ذاهبا الى مستحقيه. تحدث كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ان من بين الخطوات التي تم اتخاذها هو قانون الاستثمار الجديد الذي تم فيه مراعاه كل الاعتبارات التي تهم المستثمرين، وفي ذلك ايضا الاشاره الى انه قبل اسابيع صدرت اللائحه التنفيذيه لهذا القانون، وفيها الحديث عن المنشات الصناعيه التي يتم منح او بالاحرى احد القوانين المنظمه لمنح التراخيص الصناعيه، وفيها يتم منح بعض التراخيص الصناعيه في غضون 7 ايام بعدما كانت تمنح سابقا في 600 يوم. هذه القوانين التي تشجع وتحفز من البيئة والنشاط الاستثماري في مصر، وتم استيفاء الاعتبارات التي تم طرحها من قبل المستثمرين ما بعد مؤتمر 2015 الخاص بالاستثمار في شرم الشيخ، وبعد أن طرحت الصيغة الأولى لقانون الاستثمار. ثم تحدث كذلك الرئيس السيسي عن أنه من بين الخطوات كذلك لتشجيع الاستثمار وزيادة حجم الصادرات تحرير سعر صرف الجنيه ووضعه أمام العرض والطلب، وبالتالي التعبير عن القيمة الفعلية للدولار الأمريكي ووقف عشوائية تداول الدولار ما زاد من حجم الصادرات المصرية. طب أحمد، ماذا عن جدول الرئيس اليوم، وهل هناك توقع بعقد لقاءات قمة مع الرؤساء المشاركين رؤساء تجمع البريكس خلال الساعات المقبلة؟ أكثر هذه اللقاءات رجوحا ما بعد الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الأعمال هو لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالأمس ليلا تم الحديث عن هذا بأن قمة مصرية روسية ستعقد على هامش تجمع البريكس ربما تكون هذا اليوم، فضلا عن تلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمأدبة عشاء سيقيمها الرئيس الصيني شي جين بينغ مساء هذا اليوم لرؤساء وزعماء الدول المشاركة في هذا التجمع. والرئيس الصيني بنفسه شي جين بينغ كان له حديث اليوم في تجمع البريكس بعدما استقبل الرؤساء الثلاثة ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المكونون لتحالف البريكس قبل أن يتم الذهاب مباشرة إلى القاعة التي احتضنت أعمال هذا التجمع، وقدم حجم ما تم إنجازه من قبل تجمع البريكس على مدى السنوات الماضية، لكنه كان حديثا أكثر تماسا مع الشأن الاقتصادي، هذا بالنظر إلى خطاب الرئيس الصيني بالأمس الذي كان خطابا مليء ببعض الأفكار والرؤى السياسية التي يطرحها نيابة عن تجمع البريكس، وربما كانت بزوايا مبطنة للصين في ضوء تصوراتها حول عدد من القضايا السياسية في الشرق الأوسط وفي غيرها من المناطق. كان هذا الخطاب بالأمس. ما أهم ما يدور أحمد في أروقة المنتدى
وما الذي يميز هذه القمة تحديدا، العنوان الرئيسي أو الأبرز لهذه القمة عن القمم السابقة لتجمع البريكس؟ صوت السياسة صار أعلى، صوت السياسة صار أعلى في ضوء تحالف، وبالأساس أو يفترض أنه كان قد دشن لأغراض اقتصادية وتنموية، وهذا قد تم تحقيقه بالفعل، وهذا ما يمكن أن يدون في سجل فخار هذا التحالف. وأشار إليه بالمناسبة الرئيس الصيني في المرتين الأمس في خطابه، واليوم أيضا في الكلمة التي ألقاها أمام الرؤساء والزعماء المشكلون لتحالف البريكس. تحدث عن أن هذا التحالف استطاع أن يحقق نموا واضحا، واستطاع أن يسهم، وبمنظور إحصائي قدمه صندوق النقد الدولي بأن هذا التحالف منفردا استطاع أن يقدم قرابة 50% من حركة النمو العالمية في عام 2016. هذا التحالف منفردا استطاع أن يسهم بنحو 23% من حجم الناتج العالمي. هذا التحالف قبل نحو 10 سنوات قبل أن يدشن كانت دوله منفردة تسهم بنحو 12%. هذا يعني أنه في غضون 10 سنوات استطاع هذا التحالف أن يقدم الشيء الكثير على المستوى الاقتصادي والتنموي. لكن الأمر الجديد أن هذه القمة صارت مصبوغة بصبغة سياسية. تحدث بالأمس الرئيس الصيني شي جين بينغ عن رغبته في ضرورة إيجاد آلية لمكافحة الإرهاب، عن آلية لتسوية النزاعات والصراعات، عن تحالف البريكس الذي يدعم تعدد القطبية. والرسائل هنا رسائل سياسية تبدو واضحة للغاية. حديث السياسة صار مسموعا للغاية إذا كانت هذه هي الرؤية الصينية التي يبلورها شي جين بينغ منذ وصوله رئيسا للصين. القفزات التي حققتها الصين لا في دنيا الاقتصاد وحسب، وإنما كذلك في مضمار السياسة. الصين تخطو خطوات واضحة وواضحة للغاية، لا تناكف ربما ولا تشاكس، ولكنها تحاول بلورة وجهة نظر واضحة تماما في عدد من القضايا السياسية. اليوم بالمناسبة وكما ذكرت، إذا كانت الكلمة كانت ملأة بالأرقام وبالعبر الاقتصادية التي أنجزها هذا التحالف على مدى سنواته العشر، لكنها أيضا لم تخلو من طابع سياسي عندما قال الرئيس الصيني إننا نصبو إلى نظام دولي أكثر عدالة وأكثر إنصافا يعطي الجميع حقه. هذا يأتي كذلك انسجاما مع ما ذكره الرجل بالأمس عندما قال إن على الضعفاء أن يتحدثوا وعلى العالم أن يسمع أصوات الضعفاء. هذه كانت ربما بعض الرسائل السياسية، شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا. هذا هو العنوان العريض الذي وضع لهذه القمة، لكن المضامين السياسية تبدو بارزة وبارزة للغاية في تحالف يعني دشن بالأساس لأهداف اقتصادية. صحيح، يعني دائما صوت السياسة كما ذكرت أحمد يكون حاضرا حتى في هذه القمم الاقتصادية، وهدف من أهداف البريكس بشكل أساسي هو كسر هذه الهيمنة الغربية والدولية على الاقتصاد، وإيجاد صوت اقتصادي أو تكتل اقتصادي حاضر على الساحة الدولية. يعني أخيرا أبو زيد، فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصينية، يعني الصين شريك اقتصادي هام لمصر، هناك علاقة يعني خاصة جدا في مجالات مختلفة للتعاون المصري الصيني. ماذا عن آخر يعني المباحثات ما بين الجانب المصري والصيني أو القمة حتى المصرية الصينية فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي؟ القمة المصرية الصينية حتى تصبح أمرا واقعا، فإننا إزاء انتظار للبيان الرسمي الصادر إما عن مؤسسة الرئاسة المصرية أو عن نظيرتها الصينية للحديث عن أن هناك قمة مصرية صينية، وإن كانت هذه الأنباء يتم تداولها، لكن القطع بها ربما لا يكون صائبا على الأقل حتى هذه اللحظة. هذا فيما يتعلق بالقمة المصرية الصينية. العلاقة المصرية الصينية في ضوء ما يتم العمل على أساسه في الأعوام الأخيرة، تحديدا في السنوات الأربعة الأخيرة، لا يمكن القول بأنها تنمو في إطار اقتصادي فقط، ربما يكون من الإجحاف أن توصف على هذا النحو. الصين رفعت مستوى علاقاتها مع مصر في عام 2014 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. في عام 2015 الصين كانت تحتفل بسبعينية الحرب العالمية الثانية، وتمت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذه القمة، وشاركت مصر بالمناسبة في العرض العسكري الذي تم في ميدان السلام السماوي تيانانمن بمربع عسكري كامل مكون من 81 فردا. في عام 2016 العام الماضي، وفي سبتمبر قبل نحو عام أو عام بالضبط، كانت مصر تشارك كذلك في مدينة هانغتشو في قمة العشرين بدعوة مباشرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. هذا العام الرئيس السيسي كذلك يشارك بدعوة مباشرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ في هذه المناسبة في تجمع دول البريكس. العلاقات المصرية الصينية تبدو متنامية ومتنامية للغاية، لا في المسار الاقتصادي فحسب، وإنما في المسار السياسي، ربما حتى على مستوى العلاقات الاقتصادية. فربما حقيقة العلاقات بين مصر والصين لا يبدو أن الأرقام الاقتصادية استطاعت أن تعبر عنها خير تعبير، ربما هي بحاجة إلى ما هو أفضل من ذلك بكثير، وإن كان هناك بعض الأوساط الإعلامية الصينية كانت
تتحدث عن متانة العلاقة المصرية الصينية في الآونة الأخيرة، بالإشارة إلى أن معدل الواردات الصيني مثلا زاد من مصر وإن لم يزد بنسبة كبيرة منذ يناير وحتى يوليو الماضي، لكنه بذاته يشكل دلالة على تنامي العلاقات المصرية الصينية على الأقل في مضمار الاقتصاد كما كنت تتحدث محمد. الرئيس الصيني كذلك بالأمس تحدث ربما بالإشارة إلى بعض هذه المشروعات التي تهم هذه المنطقة عندما قال إن علينا أن نفعل من حوار جنوب الجنوب، علينا أن نفعل من آلية حوار شمال الجنوب، علينا أن نفعل من العمل وفق مبادرة الحزام والطريق. وفي مايو الماضي الصين كانت قد استقبلت عددا كبيرا من المسؤولين الدوليين والإقليميين للحديث حول هذه المبادرة، وقال إننا لا نصبو إلى أهداف جيوسياسية ولكننا نهدف إلى خلق آفاق تنمية مشتركة للجميع. يعني رسائل هي كثيرة واقتصادية وسياسية وراء هذه القمة، قمة البريكس، منتدى أعمال تجمع البريكس المنعقد في الصين والذي يشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الزميل أحمد أبو زيد، موفد أون لايف إلى الصين وإلى مقر انعقاد تحديدا منتدى أعمال تجمع البريكس. نحن نتحدث عن علاقات استراتيجية ما بين مصر والصين، فرصة يعني مهمة وثقة تعكس ثقة حقيقية في قدرة الاقتصاد المصري الفترة المقبلة. تحدث عن علاقات سياسية واقتصادية وثقافية أيضا تحديدا مع الصين. الجانب السياحي لو حضراتكم عارفين الفترة الأخيرة بدأ مرة أخرى قطاع السياحة ينمو، أو السياحة الصينية الوافدة من الصين بنتكلم على أرقام بدأت تزيد، يعني بنتكلم على 200 ألف سائح صيني مقارنة بالسنوات الماضية. ففي تعاون كبير مصري صيني، وأيضا هذه الدول اللي هي تعتبر الدول الأسرع نموا في العالم، تجمع البريكس، الصين، الهند، البرازيل، جنوب افريقيا وروسيا، دول هي الاسرع نموا، دول في فرص كبيره جدا للاقتصادات الناشئه ان تتعاون معها وتفتح مجالات كبيره لها. مصر زي ما احنا عارفين بوابه العالم اقتصاديا في القاره الافريقيه، هي ثاني اكبر اقتصاد افريقي في القاره، وهي بوابه طبعا للاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي.